السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين احنا الآن نقف أمام هذه الكنيسة اللي بحمد الله المسلمين في هذه المنطقة في منطقة جنوب شيكاغو تكاتفوا وتضافروا، كانت معروضة للبيع والحمد لله اشتروها لتحويلها مسجد، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة سيفتتح المسجد. بنحاول جهدنا إن شاء الله نعمل ليل نهار حتى يتم افتتاحه في رمضان إن شاء الله القادم. إن شاء الله في رمضان هذا سيتم افتتاحه، سيصلوا فيه. طبعا المسجد يحتوي على طابقين، الطابق الأول سيخصص للنساء، الطابق الثاني سيكون للرجال، بالإضافة لمرافق أخرى من مكاتب ومقاعات للمحاضرات والدورات يعني المختلفة. الحمد لله مساحة الأرض مساحة كبيرة وهي قابلة للتوسع، وإذا شفنا أنه هناك يعني المكان بحاجة لتوسعة ففي الأرض تقريبا 4.5 إيكر، وبالتالي في مجال إن شاء الله للتوسع وزيادة مواقف السيارات وزيادة حجم المبنى ليلبي احتياجات المكان. وجود المساجد في هاي البلد في أمريكا أو في الدول الغربية أهم شيء للإسلام المسلمين، لأن هي الوسيلة الوحيدة، هي من أقوى الوسائل، الناس نحكي هي الوسيلة الوحيدة، لكن الحقيقة المسلمين ما عندهم وسائل إعلامية، ما عندنا صحافة، ما عندنا شيء قوي اللي نعرف الناس في الإسلام والمسلمين يعني. ولهذا دائما بنعاني من هاي الأمر، أنه أي حدا بيظهر على الإعلام بيحكي بيسيل الإسلام والمسلمين، ما بيستطيع المسلمين يدافعوا عن أنفسهم، ما في عندنا قنوات إعلامية ولا إخبارية ولا صحف ولا جرائد ولا مجلات، وبالتالي المساجد هي الوسيلة الأساسية في تعريف الإسلام.